ما بدا شوقي نحن في السودان عندنا بلوى. البلوى دي انه معظمنا بنمشي في اتجاه بتاع طب او هندسه، طب او هندسه. تفتكروا ليه؟ حد يقدر يجاوبنا او السريع كده ليه بنمشي لطب وهندسه؟ انا غايته فكرت في الموضوع ده واكتشفت انه طب وهندسه لان نمره واحد مهمه، ونمره اثنين محترمه، ونمره ثلاثه بتجيب قروش. وكمان اتهورت شويه كده وقلت هي مهمه ومحترمه لانها بتجيب قروش. صراحة كده أنا تفكرت في الموضوع ده كثير، والليلة جاي أتكلم عن خمس خطوات عشان تقرش من وراء شغفك. تقرش ليه؟ لأنه الحجة اللي بيقولها لك دائما وأبدا، وكده أنت تكون داير الحاجة اللي بتحبها، إنه شوف قراية تنفعك. شوف قراية تنفعك دي تقدر تقول حاجة مخفف من الحاجة ده ما حتجيب لك قروش. أنا مخرج ومصمم حملات إعلامية. أنا لحسن الحظ الحمد لله متذكر أول مرة في حياتي خشيت فيها السينما، كان عمري 8 سنين، وكان منظري نفس المنظر ده، كنت أشنى شوية لكن كان منظري نفس المنظر ده. أنا متذكر الفيلم كان فيلم كرتون، كان حاجة مبهرة جدا جدا، قاعة مظلمة، كراسي مرصوصة، شاشة زي الشاشة دي، ومتذكر أول ما طلعنا من السينما الإحساس بتاع إنه الحاجة اللي أنا شفتها دي حتغير في حياتي كلها، كان حاجة ما ممكن تتوصف بكلمات. من اليوم ده قلت أنا خلاص بقى عندي هواية جديدة، إنه أنا بحب أفلام، بحب أحضر أفلام، لكن كنت بحب معها حاجات تانية كثيرة. كنت بحب أكتب، كنت بحب يعني أقرأ كثير، كنت بحب أسبح أو بحاول أسبح، كان في كم حاجة. واحدة من الهوايات اللي أضيفت لها كانت مشاهدة الأفلام. مشت السنين وجات 2008، 10 سنين. 2008 دي كانت سنة صعبة جدا بالنسبة لي، كنت في ثانية جامعة وكنت بقرأ هندسة النفط. ما لأنه أنا بحب هندسة النفط ولا لأنه أنا بحب الهندسة، كل الحكاية ودي قصة حقيقية جدا يا جماعة، إنه أنا كنت في ثالثة ثانوي، كنا في الفصل وعندنا واحد صاحبنا بيجي بيحكي لنا عن ود خالته. ود خالته ده راجل خطير، راجل جدع، بياخذ في المرتب في الشهر 10,000 دولار، بيمشي بيقعد شهر في الفيل في الحقل وبيقعد هنا شهر، بيتصيع عايش البهجه والمسره ودنيته جميله. عينت لهم كده وقلت لهم الواحد لو داير يبقى زي ود خالتك ده يتصرف كيف؟ قال لي تخش هندسه نفط، هندسه نفط ده بخشها بكم؟ 87. 87 جميل، قعدت قريت جبت 87 خشيت هندسه نفط. للاسف في ثانيه جامعه انا اكتشفت انه هندسه نفط دي ما حاجه، دخلت وانا ما عارف هندسه نفط، وليوم اللي انا اتخرجت لي سنه وحاجه ما عارف هندسه نفط دي معناها شنو. في 2008 حصلت حاجة جميلة جدا، أنا كنت بحضر أفلام 10 سنين، ووصلت لمرحلة إنه ببدأ بكتب في منتديات. المنتدى ده بتكتب فيه عن الفيلم، ليه تحضر الفيلم ده، الجميل شنو في الفيلم ده، الحياة التاريخية في الفيلم ده، بتونس بالفيلم ده. في 2008 أنا حضرت الفيلم ده، هارفي ميلك، دي شخصية حقيقية، سيرة ذاتية لشخصية حقيقية، كنت عامل سلسلة مقالات عن الأفلام المرشحة للأوسكار السنة دي. الفيلم ده كان مرشح لثمانية أوسكارات زي ما هو ملاحظ. كان آخر فيلم أنا أكتب عنه مقالة، سلسلة الأفلام المرشحة للأوسكارات. آخر فيلم لأنه الفيلم ده كان فيه كنتة بسيطة. الفيلم ده عن قصة واقعية لأول شاذ جنسياً يدخل البرلمان الأمريكي. ساعتين أنا بديت الفيلم ده، ساعتين. في الساعتين ده أنا انتقلت من أقصى اليمين في قناعاتي لأقصى الشمال. انتهى الفيلم كده وقعدت في حوار مع نفسي. يا إبراهيم القناعة دي الصح ولا القناعة دي الغلط؟ يا إبراهيم أشوف اكتشفت إنه دقيقة. أنت في ساعتين بس وفي فيلم وبدون ما تحس انتقلت من يمين للشمال. ده سلاح خطر جدا. الأفلام دي حاجة ما هينة. خليك من صح ولا غلط، السلاح ده مفروض تمسك فيه قوي. ومن اليوم ذاك أنا عرفت إنه أنا عاوز أغير في أفكار الناس. دي حاجة كانت عندي من زمان لكن ما كنت عارف كيف. عاوز أغير في أفكار الناس ما بالمحاضرات وإنك تخطها في حالكم، لا. عاوز أغير في أفكار الناس وأنا برفه عنهم. ومن اليوم ذاك أنا اكتشفت أنا عاوز شنو؟ أنا عاوز أبقى مخرج بتاع أفلام. دي كانت اللحظة في 2008 اللي عرفت فيها إنه أنا دار أبقى مخرج. لكن أنا دار أبقى مخرج دي أخذت مني 10 سنين. 10 سنين كنت بمارس فيها هوايات كثيرة، كنت بقرأ، كنت بكتب، كنت بحاول أسبح، كل يوم بصحى بقول الليلة حمشي ما بمشي، لكن على المهم كنت بمارس في هواياتي. ودي أول نقطة. ناس كتار يقول لك انا ما عارف دار ابقى شنو. انت عارف
لانك بتمارس في كم حاجه بتحبها، انت بس ما عارف في الكم حاجه اللي بتحبها دي انت داير شنو. في زول شفت في الدنيا دي اسمه ستيف جوبز، كلنا بنعرفه، كلنا متفقين انه راجل خطير جدا. الزول ده سالوه سؤال قريب انه يا اخي انا عندي باشن او عندي شغف، اتصرف كيف الحاجه دي، وعندي كم حاجه، عندي كم شغف، امشي فيهم كيف؟ قال كلمات بسيطه جدا، قال keep looking don't settle as with all matter of the heart you will know when you find it. كلام بسيط وفي الصميم، مارس هواياتك دي كلها، اول ما تصل الشغف بتاعك قلبك حيعرف، امسك فيه. بعد ما عرفت شغفك شنو، بعد النقطه الثانيه او الخطوه الثانيه انك تبدا تتكلم عن شغفك، من فكره في راسك يتحول لونسه، ونسه تمشي بها. مهم جدا يا اخواننا انه شغفنا يتحول لونسه. ليه؟ 2008 ذاته كان في اسبوع اكاديمي في جامعتنا في هندسه نفط. الوقت ده كان عرفت انه انا داير ابقى مخرج، وبدات اتونس، بدات ادي الناس افلام، الناس بتجيني بتقول لي يا اخي هاك الهارد ديسك كده املاه لي حركات زي دي. جاء الاسبوع الاكاديمي، الروتين داك معارض شكه كرافتات حياه زي دي، جيت خاش لقيت واحد في الطرف هناك بصور في لقاء، جيته وقفت جنبه وقعدت اتونس، بالاحرى قعدت انظر له يا اخي اجيف بي جاي يا اخي زول له جاي الله كده اخذه بي عين لي كده. قال لي يا مرسال انت شكلك بتفهم في الحياه دي، قلت له كيف يا زول خبره كيف ما بفهم؟ قال لي اسمع احنا ما عندنا فيلم دارين نعرضه في اليوم الختامي، رايك شنو تبقى معانا؟ الكلام ده كان يوم الاحد. يوم الخميس انا كان عملت اول فيلم قصير في حياتي، ودي القوه بتاعت الونسه. انا لو ما تكلمت مع زول ذاك ما كان بديت نهائي. الخطوه الثالثه وبتجي منطقيا بعد ما انت تبدا تتكلم عن شغفك، اللي هو انك تعمل علاقات. تعمل علاقات ليه يا اخوانا؟ ليه مفروض تعمل علاقات؟ اي حاجه في الدنيا دي لو مهما كان شغفك، في مجانين زيك في الدنيا دي، اي جن عندك في راسك، في ثلاثه اربعه بكون عندهم نفس الجن في راسك. لو بتحب تخيط شرابات دوائر حمراء كده في الشراب، اتاكد انه في اثنين زيك بحبوا يخيطوا دوائر حمراء في الشرابات. كل اللي عليك انك بس تمشي تفتشه. انا فتشت ولقيت ناس زيي. ليه طيب يا جماعه المفروض نفتش ناس زيان؟ ليه؟ لانه في البلد دي يا اخواننا تحقيق الاهداف في شكل جماعه اسهل من تحقيقها كشكل فرد. ليه يا جماعه؟ لانه نحن للاسف بنحترف كسير المجاديف، وما لانه نحن كارهينك او ما دارين لك زي ما نقولوا النجاح، لا، لانه بنشوفك انا بدارين مصلحتك يا اخي. ما في داعي يا اخي، حاجه بتجيب لك قروش يا ولدي يا اخي، شوف لك قرايه تنفعك يا اخي، شوف لك حاجه ما محترم بيجيب لك كلام الناس يا اخي. الكلام ده بيقولوه يا جماعه هم دارين مصلحتك. ليه؟ لانه كل زول فيهم كان عنده شغف من يوم من الايام، كلهم كانوا شباب زيك، كان عندهم شغف، ظروف الحياه خلتهم ما يمشوا ورا الشغف بتاعهم ده. انت لحظه تمشي في الشغف بتاعك بتبقى لهم مهدد، بيقولوا اوكي معناته ده احسن مني، معناته الحاجه اللي انا تخليت عنها قبل عشرات السنين ممكن الحقها. عشان كده بحاولوا يكسروك عشان تبرد غضبهم. السبب الثاني يا جماعه انه كونك في جماعه فرصه انك تنتج اهم. كانت فكره بقت كلام بقت علاقه، الان الخطوه المنطقيه انها تتحول لعمل لمنتج. لو بتحب الرسم تتحول لرسمه، تحب تغني تتحول لاغنيه، بتحب افلام تتحول لفيلم، تحب الكتابه تتحول لكتاب. لازم تنتج، وتنتج في شكل جماعه افضل من انك تنتج في فرد. لكن الكلام ده بيعني انه لو ما في ناس زيك تستناهم، لا، ابقى المنار جيبهم لك. بعد ده الخطوه الثالثه انك تخلق فرصتك. الحياه دي ما بتجيك ساي، انت لازم تعمل. انا عندي اصحابي بحبوا الرسم، وفي الرسم ما اي رسم، بيعملوا رسوم كاريكاتوريه على طريقه الرعب، حاجه كده بتعين لها بتشمئز منها انت ذاتك. ديل مشوا لاي معرض في الدنيا دي، ما في زول بيعرض لهم رسوماتهم، ده شنو ده؟ وحوش وعيون وقلوب مفتحه وبطون، ده شنو ده؟ قاموا عملوا حاجه، لملموا قريشات كده وعملوا معرض حقهم براهم، خلقوا فرصتهم. الحاجه دي نجحت نجاح جميل جدا. خلقوا فرصتهم. انا في 2011 اتخرجت وكنت ضال، ما عندي اي فكره حاعمل شنو بعد ده. خشيت في حته جميله كده اسمها سودان فيلم فاكتوري. سودان فيلم فاكتوري دي مشروع بيجيب الشباب اللي عاوزين او بيحبوا الافلام، بيدربك على الاخراج، على التصوير، على الكتابه، المونتاج، كل الحرف اللي انت محتاج لها عشان تعمل فيلم. عملنا افلام، عملت انا فيلم قصير وشاركت في 12 فيلم ثاني عملوه الزملاء كانوا معي.
وعملنا عروض كبيره، ثلاث عروض كبيره، وجات التلفزيونات والصحف. عشت ال 15 دقيقه بتاعت الشهره حقتي تماما، لقاءات في التلفزيون في الجرايد، عشت الدور بتاعي تماما. لكن انتهت حاجه دي، انتهت، بقت وراي. صحصحت الصباح، وفي لحظه عنتريه كده من ايام ال 15 دقيقه بتاعت الشهره، مشيت لابوي وامي قلت لهم اديكم العافيه لحد هنا، انا ثاني ما هاخذ منكم مصروف، شكرا لكم. بعدها باسبوع انا صحيت واكتشفت انه عندي 32 جنيه بس في جيبي، وبعد دماف. وطبعا شينا ترجع لهم تقول لهم ادوني. فبدأت افكر اتصرف كيف. 32 جنيه في جيبك وما عندك قروش غيرها. مشيت بدأت اتونس، رجعت للخطوه الاولى، ارمي اضانك، اعرض خدماتك. اول مره قال لي تعال صور، ما ادوني قروش، لا دفعت من جيبي، دفعت حق المواصلات ودفعت حق الاكل. ثاني مره دفعت حق المواصلات وحق الاكل. ثالث مره وصلوني بعربيه حق الاكل دفعته. رابع مره جابوا لي سندويتش. كده وصلت من السالب للصفر. من الصفر بعد بدات انتقل لقدام. انا متذكر اول راتب في عالم الافلام لقيته كان 300 جنيه في 21 يوم. 21 يوم بيجي كل صباح لحد المساء الشمس تغرب، انا بكون واقف ورا كاميرا وبصور. 300 جنيه دي كنت فرحان بها فرح ما طبيعي. طبعا بعدها بشهور اكتشفت انهم سرقوني، وانه 300 دي ولا حاجه. خليكم عارفين انه مجاني دائما بيساوي قروش، ما تستنى القروش تجي. عرفت انه ال 300 دي سرقوني فيها، لانه بعدها بشهور انا اشتغلت 12 يوم اربع ساعات في اليوم، في اليوم الواحد كنت باخذ 333 جنيه ببساطه. عشان ما تقولوا الراجل ده سايقنا وقاري له كلمتين من الكتب، الخمسه خواط دي عملتها انا، جبت بها قروش انا اللي قدامكم ده. مجاني بيساوي قروش، حطوا الحته دي في بالكم. نجي نراجع بالسريع كده الأربع خطوات اللي لحد الآن قلناها، إنه أول حاجة أعرف شغفك، كان ما عارف ما حتقدر تتقدم. بعد ما تعرف اتكلم عن شغفك، ونس. بعد ما تونس كون علاقات، بعد ما تكون علاقات مع بعض كده أخلق فرصة. بنجي للحتة الرابعة أو الخامسة أو الأهم اللي هي أبقى قدرة. ليه أبقى قدرة؟ لأنه الحاجة دي صعبة جدا يا جماعة. غير إنه الناس واقفة ضدك، نفسك ذاتها بتقف ضدك. أبقى قدرها وخليك عارف وخليك مؤمن وامشي في الطريق لحد النهاية، وخليكم عارفين إنه ما في نهاية في الطريق ده، نهاية هي وبس. وبعد ما تموت الناس كلها هتصفق له وحتقول فعلا الزول ده مشى ورا حلمه ومشى ورا الحاجة اللي هو دايرة ووصل لها. أبقى قدرها، وتبقى قدرها ما قدام الناس لكن قدام نفسك، لأنه نفسك يا جماعة أنا اكتشفت في حياتي إنها العدو الأول لك. كيف اكتشفت إنها العدو لي؟ أنا اتولدت في النرويج ومنها جزئياً بعيش هنا وبمشي الإجازات هنا. النرويج الدولة الأفضل في العالم، من المنتدى الاقتصاد العالمي خاتل لنا الدولة الأفضل في العالم. وتخيلوا يا جماعة النرويج دي مصدر الاقتصاد بتاعها قايم على شنو؟ قايم على النفط، وأنا قاري النفط. وغير كده النرويج كل سنة عندها عجز 4000 وظيفة في هندسة النفط. يعني العبد لله المسكين ده لو رجع النرويج حيتشاكلوا فيه شكل. كل يوم وقت اكون مفلس بفكر الفكره دي، يا اخي انت مالك ومال الشقا، يا اخي ارجع النرويج يا اخي واشتغل في نفط، وبعدين لما لب قريشات كده وتعال ارجع للاخراج. دي الفكره اللي بتكتر، ودي الفكره المفروض ما تحصل. خليك مجنون وامسك في شغفك لحد نهايه. الليله حتكون مفلس، بكره حتكون مدرس. الفكره دي جاتني من الزول ده، معظمكم بعرف الإنسان ده، الزول ده اسمه باولو كويلو، برازيلي. قصته ممكن تكون أجمل من أي كتاب وأجمل من أي محاضرة وأجمل من أي شيء في الدنيا. الراجل ده هو شافع صغير كان دار يبقى كاتب، كاتب بتاع روايات. مشى لأبوه وأمه قال لهم أنا يا جماعة دار أقرأ أدب. أبوه قال له يا ولد أدب شنو؟ ما بتجيب لك قروش للنص، أمشي شوف لك هندسة حاجة زي دي، والأدب ده ما مشكلة، وأنت شغال مهندس تعال أكتب قروش بيجا قروش بيجا ما حنك. قال لهم لا لا انا داير ابقى كاتب. عملوا شنو ابوه وامه؟ بيحبوه شديد، ودوه مصحه نفسيه. الكلام ده في السبعينات يا جماعه، ما بيدوك حقنه، بيضربوك كهرباء. الزول ده اتضرب كهرباء، الزول ده اتضرب كهرباء لما امن. طلع من المصحه العقليه عمره 17 سنه، اشتغل هيبي كده زول شماسي حايم. بعد شويه لقى له وظيفه، وظيفه جميله في مجال الموسيقى. مجال الموسيقى ده مجال في البرازيل الوقت ده كان صاعد، كان بيكتب وبيلحن. في مجال الموسيقى لحد ما وصل 40 سنة اتحول لاسم هاوس هول، اسم كبير في مجال الموسيقى، بقى حاجة درع. برضه ما كان راضي.
مشكلته انه يا اخواننا انا داير اكون كاتب، لكن انت زول مقرش يا باولو كلو، ما ينفع الكلام ده. لا انا داير اكون كاتب. عمل شنو الراجل المجنون ده؟ كم 40 سنه ماشي على 50، اتخلى عن الحاجات دي كلها ومشى يبدا يكتب. اول كتاب له فشل، فشل ذريع جدا. ثاني كتاب له فشل، فشل ذريع جدا. ثالث كتاب له اسمه الخيميائي. في الخيميائي ده كتب قصه حياته دي، انه كان بيحب الشغف بتاعه والحاجات دي مشى فيها. الكتاب ده عرضوا على ناشر، الناشر عينجر والله كتاب جميل يا باولو، لكن في مشكلة، انت زول بتتكلم برازيلي بالبرتغالي والكتب يعني السوق سوق انجليزي، اصلا ما في زول حيشتغل بك. ما مشكلة، مش ترجم الكتاب ده وجابوا له. الكتاب ده يا اخواننا يتحول للكتاب الافضل مبيعا في تاريخ البشرية كلها، مش في زمنه بس، في تاريخ البشرية. والراجل البرازيلي اللي كان بيتكلم بلغة ما في زول شغال بها يتحول للزول الاكثر ترجمة له في تاريخ الكتابة في البشر، تاريخ الكتابة في البشر، أكثر زول ترجم له الزول. الراجل ده سألوه في كتابه الخيميائي ذاته بيحكي عن تجربته، سألوه قال له أنت وصلت للمرحلة دي كيف؟ تخيلوا أن الزول ده بدأ عمره 54 سنة، 54 سنة، أنتوا بالنسبة له يعني حاجة عجيبة. الزول ده قال كلمة بسيطة جدا، قال خليك عارف أنه عندما تريد شيء بصدق بصدق الكون ده كله بتآمر عشان يخليك تحققه. شكرا لكم.